السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام. النهاردة هنكمل مع بعض رسم الشخص، يعني مجموعة من الشخصيات الكرتونية. هنكمل زي ما رسمنا الحلقة السابقة. يا ريت أطفالنا وشبابنا يبدأوا يجهزوا السكتش وقلم الرصاص والأستيكة عشان نبدأ مع بعض خطوة خطوة زي ما تعودنا من خلال الأشكال الهندسية. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنبدأ أول شخصية هنشتغلها النهاردة ميكي ماوس. هنعرف إزاي نرسم ميكي ماوس عن طريق الأشكال الهندسية بطريقة مبسطة جدا. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ شخصية ميكي ماوس بدايرة، تمام، وهناخد فوق منها كمان دايرة صغيرة، وفي شمالها سنة كده دايرة صغيرة، تمام. هبدأ اخد هنا شكل بيضاوي كده، ماشي، وهنا هناخد دايرة، تمام كده. خدنا دايرة ودايرة ودايرتين صغيرين وشكل بيضاوي في منطقة الوش. هنعمل هنا كمان شكل بيضاوي كده، ماشي، وهنا برضو شكل بيضاوي كده، وهنا شكل بيضاوي كده، وهنا برضو جوه النن العين شكل بيضاوي، تمام. بنبدأ بقى نمسح المناطق اللي هي المتداخلة دي، ونبدأ نوصل هنا المنطقة دي كده، ونعمل مستطيل كده ومستطيل كده، تمام. هنا دايرتين، وببدأ أعمل مستطيل كده ومستطيل كده، ببدأ أمسح المناطق اللي هي المتداخلة الداخلية زي ما متعودين، وأبدأ أعمل هنا كده برضو مستطيل، وهنا مستطيل، وأقفله بنص دايرة كده، وهنا أبدأ أعمل الكف جزء دوران كده، وأطلع كده بصباعه، وأنزل بعد كده بالكف، أقفل الكف، وهنا نفس الحكاية كده برضو، ببدأ أمسح الجزء ده وأطلع بيه سنة كده عشان أعمل منطقة البق كده، تمام. ببدأ أعمل له المنطقة بتاع الشعر دي كده كده. هنا بقفل الدايرة، أعمل نص دايرة كده دايرة كده، وأبدأ أعمل له رجليه، تمام، بمجموعة أشكال بيضاوية ودواير ومستطيلات. قدرنا نوصل لشخصية أو شكل ميكي ماوس بطريقة مبسطة جدا. طبعا المنطقة دي هنبدأ نمسحها كده عشان يبان لنا تفاصيل الوش، تمام. بشكل مبسط قدرنا نوصل لشخصية ميكي ماوس بمنظور معين. هناخد شكل تاني بمنظور مختلف لنفس الشخصية ميكي ماوس. هنبدأ نعمل برضو دايرة نفس الكلام، وهنا كمان دايرة، وهنا كمان دايرة، هنا هنعمل دايرة صغيرة، وهنا شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي، ونبدأ ناخد منحنى كده وناخد منطقة البق. هبدأ آخد هنا الجزئية كده، بين لي جزء شعره، وابدأ أمسح الأماكن المتداخلة دي، تمام، واخد دي كده المنطقة الدقن بمنحنى بسيط، وابدأ اخد برضو دايرة تاني تحت زي ما عملنا هناك، بس هنا في يمين وهنا في شمال، على اعتبار ان هنا في دي ده منظور وده منظور تاني، تمام. بنبدأ ناخد خطوة خط كده نوصل الدايرتين دول ببعض زي ما عملنا في السابق، وبرضو الدايرتين هنا
تمام. برضو باخد هنا شكل مستطيل وهنا برضو شكل مستطيل كده، وببدأ اعمل له دوران كده خفيف، وبرضو موضوع منطقة الكف، وهنا نفس الحكاية برضو منطقة الكف. باخد شكل مستطيل هنا برضو، وهنا كمان شكل مستطيل، وابدأ امسح الجزئية دي كده. معانا اتصال. جويرية من القاهرة، اهلا يا جويرية، اتفضلي. ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. حضرتك انا مبسوطة بيك جدا بصراحة. ربنا يخليك يا فندم. معلي الصوت شوية حضرتك. حضرتك انت كده سامعني؟ بس الصوت واطي شوية، اتفضلي مع حضرتك. بقول لك حضرتك انا مبسوطه بيك جدا، يعني انا من صغيره، انا بنت كبيره، بس بصراحه انا بتفرج عليك على حلقاتك يعني، ومبسوطه بيك جدا. حتى انت رسمت الميكي ماوس دلوقتي، عجبني جدا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا لمتابعتك لينا، وان شاء الله تستفيدي وتفيدي اولادك والاسره كلها باذن الله، وان شاء الله تابعونا دايما وتستفادوا باذن الله. تسلم ايدك يا استاذ، عايزاك بس ايه تبقى معانا، يعني حلقاتك دايما تبقى معانا عشان ايه نتفرج يعني وكده. ان شاء الله معاكم دايما يا فندم، وباذن الله كل في نفس الميعاد في كل اسبوع ان شاء الله يوم الاحد. تابعونا ان شاء الله وتستفيدوا معانا باذن الله. معانا اتصال اخر من محمد من الجيزه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ محمد اتفضل. الميكي ماوس اللي انت راكبه ده جميل. انا محمد عبد الاله من البراجيل، وعندي ناس بتسمعك وبتتفرج عليك وبتحاول ترسمك الميكي ماوس. اهلا يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ علي صوتك شويه يا فندم عشان اسمعك بس. الميكي ماوس اللي انت راكبه ده عاجب مالك قوي، ومالك بتحاول ترسمه هيك وبتطلعه مظبوط ان شاء الله. حبيبة قلبي ملك، جميل جدا يا فندم، خليها تتابع معانا خطوة بخطوة، ويبقى معايا السكتش، وإن شاء الله هتبقى فنانة جميلة معانا بإذن الله. تابعنا إن شاء الله وتحت أمر حضرتك. ماشي يا فندم، مع ألف سلامة. نكمل مع بعض الشكل، نكمل هنا برضو مستطيل. ونعمل دوران كده، وهنا شكل بيضاوي للرجل، شكل بيضاوي للرجل، تمام. بطريقة مبسطة طبعا، هنا العين عشان المنظور أمامي هيبقى العين في النص، هنا المنظور يمين، يبقى ايه، يبقى العين اتجاهها يمين. بطريقة مبسطة زي ما احنا شايفين رسمنا شكل آخر. معانا اتصال. ندى اتفضلي. ألو، معاك يا ندى، اتفضلي. ألو ندى، الاتصال قطع. طيب نكمل مع بعض. عملنا شخصية ميكي ماوس اللي هي بمنظور أمامي، والرسمة الأولانية بمنظور يمين، وهنعمل التانية بمنظور آخر اتجاه وشه واتجاه الشمال عكس الشكل الأولاني، تمام. هنبدأ برضو نعمل مع بعض دايرة كده، وبرضو دايرة كمان هنا، وهنا كمان دايرة، تمام. هنا شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي صغير، وهنا بيضاوي للعين. معانا اتصال. مريم اتفضلي. معاك يا مريم اتفضلي. الو. ايوه معاك يا معاك يا مريم اتفضلي. الصوت واطي، اتفضلي، علي صوتك شويه. الو
الو، طيب خطاط حنين معانا، اتفضلي يا حنين. لو سمحت انا عايزه شخصيه ماشي. شخصيه ايه؟ انا مش سامعك، علي صوتك شويه. انا مش سامعك. عايزه شخصيه ايه يا مريم؟ علي صوتك، مش سامعك. حنين. ايوه يا حنين، معاكي حنين، معاكي، قولي يا حبيبتي. عايزه شخصيه ماشي. وطي التلفزيون عشان اسمعك يا حنين، وطي التلفزيون. ماشي. وعلي صوتك شويه عشان اسمعك يا حبيبتي. عايزه شخصيه ماشي. شخصيه ايه؟ ماشي. ماشي يا حبيبه قلبي، هرسمها لك. حاضر، عينيا، حاضر. تابعي معانا وان شاء الله ارسمها لك. نكمل مع بعض. الشكل المنظور الثالث لشخصية ميكي ماوس مع بعض، واحدة واحدة نركز. بناخد الدايرة، بناخد دايرة كده برضو، وهنبدأ نوصلها كده، وهنبدأ ناخد شكل بيضاوي، شكل مستطيل كده. وهنا شكل مستطيل، نفس الموضوع، منطقة الرجل. وهنبدأ نعمل هنا بدل مستطيل هيبقى منحنى، وهنا كمان منحنى كده خفيف. تمام، هنمسح الجزئية دي كده ونعمل البق، وهنعمل منطقة العين كده. نبدأ منطقة الإيد، معانا اتصال. أروى من الشرقية، اتفضلي معانا يا أروى. معاكي يا أروى، اتفضلي. السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون يا أروى وعلي صوتك معايا. معاكي يا أروى، اتفضلي. أرسم، ترسمني ميكي ماوس من الأول. حاضر حاضر، ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. ارسم لك ميكي ماوس. حاضر. وطي وطي وطي، ماشي. الخط قطع، نكمل مع بعض، نمسح المناطق بقى المتواصله هنا. طيب ناخد نهى معانا. معاكي يا نهى، اتفضلي. الو استاذ. ايوه حبيبتي، معاكي. انا بحبك قوي يا استاذ، وفخوره في رسمك جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. يا رب تطول في الحلقات بتاعت البرنامج الرسم، وتعجبنا قوي. ودلوقتي بنرسم في السكتش انا واخواتي. بترسمي رسمت ميكي ماوس معانا ثلاثة منظور مختلف زي ما انت شايفه قدامنا كده. ايوه تمام. طيب ماشي، ابعتي رسوماتك بقى على الصفحه اكاديميه الجنيدي على الفيسبوك. ماشي. وهنشوف رسوماتك وان شاء الله تبقى حاجه جميله كده. ماشي يا حبيبتي. معانا منى. اهلا اهلا يا منى، اتفضلي. ماشي. ايوه يا منى، اتفضلي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي، معاكي. ماشي. الو الو. ايوه يا منى، معاك، اتفضلي. انا عايزه اتعلم رسم الكلاب. عايزه رسم ايه يا حبيبتي؟ عايزه اتعلم. انت عايزه تعلمي الضحك ولا تعلمي الرسم؟ ماشي يا حبيبتي. قطع الاتصال، نكمل مع بعض. الشكل الثالث من ميكي ماوس زي ما عملنا كده، نبدأ بنعمل منطقة الشعر كده. تمام، وبشكل مبسط جدا قدرنا
وصلنا لشكل المنظور الثالث لشخصية ميكي ماوس بشكل مبسط جدا. لو مشينا مع بعض خطوة بخطوة في السكتش وخدنا شكل الدواير بنفس الترتيب اللي أنا بشرحه، هيبقى سهل جدا على الطفل وعلى الشاب إن هو يوصل للشخصية بملامحها مظبوط بنفس الترتيب ده لو مشينا خطوة مع بعض. واللي يلاقي نفسه ما قدرش يجيبها بالظبط، يعني زي ما انا شغال كده، يبدا يعيدها تاني وتالت، بس يتبع الخطوات بالظبط واحده واحده. هناخد مع بعضنا شخصيه تانيه من الشخصيات الكرتونيه برضو عن طريق الاشكال الهندسيه بطريقه مبسطه جدا لاطفالنا وشبابنا. احنا دايما طبعا بنقول ان تعليم اساسيات الرسم مش للاطفال بس، في شباب عندها الموهبه وحابه تتعلم بس مش عارفه السكه فين او الطريقه ازاي. فان شاء الله شبابنا واطفالنا يتابعوا معايا خطوه بخطوه، وباذن الله هيتعلم بطريقه سهله جدا، وهيحب الرسم اكتر لما يلاقي الطريقه سهله ومبسطه وبتوصل له بسرعه. ناخد شخصية دورة. طبعا احنا كلنا عارفين شخصية دورة، هنعرف ازاي نرسمها بشكل بسيط جدا. هنبدأ دورة بدايرة برضو، شخصية دورة، وهنعمل فوق منها كده شكل بيضاوي، يعني عبارة عن دايرة زي ما احنا شايفين كده وشكل بيضاوي متداخل فيها بالشكل ده. تمام، هبدأ اخد خط هنا، تمام، وابدأ امسح الجزئية دي كده، وامسح الجزئية دي كده، تمام. هبدأ اخد القصة بتاعت الشعر كده، اعمل لها نظام مثلثات كده، وابدأ افتح المناطق دي كده، تمام. ابدأ اعمل منطقة العين كده، والمناخير كده، والبق طبعا بشكل منحنى كده، تمام، والدايرة بتاع نين العين كده، تمام. هنبدأ نعمل مثلث من هنا، من عند الوش كده، مثلث كده اهو، مجرد مثلث خدته من المنطقة دي، وابدأ اقفله هنا بدوران، وابدأ امسح الجزئية دي، وامسح الجزئية دي، وابدأ امسح المنطقة اللي هي متداخلة مع الوش، تمام. كده عملنا بالمثلث ده الجزئية بتاع الجسم، تمام. هبدأ اخد مستطيل كده، واخد مستطيل كده، تمام، وابدأ اخد مستطيل كده او مربع، مستطيل او مربع، تمام، واخد منطقة الكف برضو زي مستطيل كده، وابدأ اعمل لها ايه، منطقة الصوابع، وهنا نفس الحكاية، وابدأ اخد منطقة الصابع، تمام. هبدأ اخد الرجل، ممكن اخد الرجل عن شكل منحنى كده، وابدأ اخد منطقة الشراب كده لورا، كوتش الحذاء بتاعها كده، وهنا اخد مستطيل كده، وابدأ اعمل منطقة الشراب كده، واعمل شكل بيضاوي كده يديني شكل الكوتش بتاعها، تمام. وصلنا لشكل دورة بشكل بسيط جدا. طبعا في اطفال كتيرة او ناس كتير بتيجي ترسم دورة بتحس ان هي صعبة جدا، تمام. فاحنا عن طريق الدوائر او الاشكال الهندسية قدرنا نوصل لشكل دورة بشكل بسيط جدا من غير مجهود ومن غير ما نمسح كتير او يبقى في اخطاء عندنا كتير. مجرد ان انا اتصال، مين؟ مؤدهم، اتصال معايا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا، علي صوت حضرتك شويه. عامل ايه يا مستر؟ انا مامي اروى.
اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مؤرخ؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ نورتينا، اهلا وسهلا بيكي. احنا بنستفاد والله من حضرتك كتير. ربنا يخليك يا فندم، ان شاء كويس. الله دايما مستفيدين، وان شاء الله اروى تبقى فنانه جميله في المستقبل ان شاء الله. اروى رسمت معانا دورة وميكي ماوس ولا لا؟ الو، طيب ماشي، قطع الاتصال. هنبدا ناخد مع بعض. معانا محمد من الشرقيه، اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك، اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. الو، الخط قطع معانا. تمام، زي ما عملنا كده المنطقه بقى، الشنطه، الحزام بتاع الشنطه بنعمله كده بطريقه سهله جدا، ومنطقه الشنطه هنا اللي هي بتبقى شايلاها في ظهرها. تمام، ده اول شكل لدورة. هناخد منظور تاني لنفس الشخصيه، برضو هنعمل دايره كده، وبرضو شكل بيضاوي كده. تمام، هناخد خط كده، برضو نمسح المنطقه دي كده والمنطقه دي كده، وممكن نبدا نضيق المنطقه دي كده عشان نظبط القصه بتاعه الشعر كده. تمام، برضو بنعمل القصة نظام 7 كده او 8، ونعمل العين نفس الكلام، برضو المناخير، البق، هنعمل برضو المثلث بس اتجاه مختلف، وهنا برضو شكل مستطيل، وهنا شكل مستطيل كده. مستطيل ده كده، هنعمل المنطقة دي مدورة كده، ونبدأ نمسح الأجزاء اللي هي الداخلية المتواصلة. تمام، هنعمل دي كده دوران لفوق، وهنبدأ نعمل مستطيل كده ومستطيل كده، والمنطقة دي كده. تمام، وناخد الرجل شكل مستطيل كده، منطقة الشراب، الشراب كده، وبعد كده ببدأ اخد شكل الكوتشي بتاعها او الحذاء. تمام، هنا ايديها بنعمل المنطقة دي كده نظام دوران كده، والكف، وهنا الايد التانية نازلة كده. تمام، وصلنا لشكل دورة بشكل مبسط بمنظور مختلف، بطريقة مبسطة جدا جدا زي ما احنا تابعنا مع بعض. ناخد شكل تاني لدورة، ناخد شكل تاني لدورة وهي قاعدة على الأرض. بنبدأ برضو ناخد الشخصية الدوران كده، وبرضو شكل البيضاوي كده. ببدأ أظبط الدوران بتاع القصة كده بتاع الشعر، برضو باخد خط كده وامسح المنطقة دي، وامسح الخط ده والعين، العين بتاعتها الواسعة الجميلة. تمام، منطقة البق برضو، المثلث بتاعنا فيله بدوران كده، وابدأ امسح الزيادة بتاعته كده. طبعا انا بعمل لكم التفاصيل المتداخلة دي عشان تقرب لكم الاشكال الهندسية بتتكون ازاي. تمام، عشان بس ما حدش يقول بيعمل المثلث وبيمسحه تاني، لازم نعمله وامسحه عشان اعرفك ازاي من خلال التكوينه دي تقدر تفرغ الدواخل ما بين الاشكال الهندسيه عشان تظهر ملامح الشخصيه وشكلها.
تمام. ببدأ اخد هنا برضو مستطيل، وهنا برضو مستطيل، وهنا الكف، كفها الصغير الرقيق ده اهو الشخصية. ببدأ اخد مستطيل كده، مستطيل كده، تمام. وابدأ اخد المنطقة دي دوران كده، المنطقة دي دوران كده، وابدأ امسح الجزئية دي كده، تمام. واخد الرجل كده، طبعا هنا الشراب بتاعها اهو، وابدأ اخد بشكل بيضاوي كده، بشكل بيضاوي كده، وابدا افرغ الجزئيه دي عشان ايه المنظور بتاع الكوتش يبان معايا برضو كده، عشان يبان الكوتش معايا تفاصيله، تمام. قدرنا نعمل برضو شكل تاني، وضع او قاعده او جلسه معينه او منظور مختلف لشخصيه دوره بطريقه مختلفه. الناس تركز معايا وتمشي معايا خطوه خطوه زي ما احنا ماشيين كده. وكده خلصنا شخصيه دوره. هناخد مع بعض شخصيه تاني، هناخد شخصيه الكتكوت تويتي بثلاث اشكال مختلفه او ثلاثه منظور مختلف، تمام. شخصيه الكتكوت تويتي طبعا هي في ناس بتبقى سهله عليها جدا وفي ناس بتبقى صعبه، فاحنا هنسهلها لكم اكتر بطريقه الاشكال الهندسيه. بنبدا بوش الكتكوت، بنعمل دايره كده، وهنا شكل بيضاوي صغير، تمام. ببدا اعمل شكل بيضاوي كده، وهنا دايره صغيره، تمام. ببدأ هنا أفتح الأماكن اللي هي متداخلة مع بعض كده، تمام. قدرنا نوصل هنا لشكل الكتكوت البودي الخارجي بتاعه. هنبدأ ناخد هنا زي مربع بسيط كده أو مستطيل، وأبدأ أنزل كده، تمام. برضو أبدأ أنزل بده كده، تمام. هنا ببدأ أعمل برضو شكل بيضاوي هنا، وشكل بيضاوي هنا، وهنا كده شكل بيضاوي كده، وأبدأ أمسح برضو التفاصيل الداخلية بالأستيكة. طبعا لو أنا شغال بالسكتش، في السكتش بالقلم الرصاص، ببدأ أفتح الأماكن دي، تمام. هبدأ أخد شكل بيضاوي كده، شكل بيضاوي كده، المنقار بتاع الكتكوت، تمام. وابدا اخد نن العين كده، ونفس الكلام كده، وابدا اعمل رموشه كده، وهنا الحاجب، وهنا الريشه اللي فوق، تمام. بشكل مبسط جدا زي ما احنا شايفين، ببدا اقسم المنطقه دي كده كسره الجسم، تمام. وهنا نعمل له الصوابع بتاعته صغيرة كده. بشكل مبسط قدرنا نوصل لشكل تويتي، الشكل شخصية الكتكوت اللي كلنا بنحبها. ناخد شكل تاني، ناخد نعمل هنا الديل بس، وبعد كده ناخد منظور تاني، منظور مختلف لشخصية تويتي بطريقة مبسطة مع بعض. برضو نعمل كده الدايرة هنا، تمام. برضو شكل البيضاوي هنا كده صغير، وهنا شكل بيضاوي تاني. ببدأ امسح المنطقة المتداخلة كده، تمام. ببدأ اعمل هنا شكل بيضاوي، هنا شكل بيضاوي، شكل بيضاوي هنا متواصل ببعضه، وببدأ اعمل هنا
شكل مستطيل كده. تمام، هنا كف ايده. تمام، وهنا برضو نفس الكلام، شكل البيضاوي، شكل البيضاوي. هنا النن العين بقى هنعكسه، هو باصص اتجاه تاني خالص. تمام، دي كده بنعمل دايرة، وهنا شكل معين في النص بيديني المنقار وهو فاتح بقه. هنا بنبدأ نعمل الديل، منطقة الرجل، منطقة الرجل بشكل مختلف. تمام، برضو هنا شكل الرموش. تمام، بنفصل الأماكن دي طبعا زي ما احنا متعودين. ناخد الجزئية دي كده، الجزئية دي. تمام، ده شكل تاني. ناخد شكل تالت، ناخد شكل تالت لشخصية تويتي الكتكوت. تمام، برضو هنا شكل بيضاوي مع الدايرة. بنمسح الجزء ده كده، العين المثلث هنا بتاع المنقار. تمام، الريشة، برضو الرموش. ببدأ هنا أعمل شكل بيضاوي كده وأمسح الجزئية دي، وأبدأ أعمل شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده. اللي هبدأ أمسح جزء منه هنا كده وأعمله كده، نفس الكلام، وأمسح الجزئية دي كده. تمام، هبدأ أخد هنا مربع أو مستطيل كده للرجل، وهنا هبدأ أخد شكل بيضاوي كده. شكل بيضاوي كده. تمام، وهو جالس شخصية تويتي وهو جالس. طبعا بنعمل المنطقة دي بنعملها منحنى كده، وبنبدأ نعمل الديل كده. تمام، بطريقة مبسطة جدا عملنا رسمنا شخصية تويتي بثلاث أشكال مختلفة. تمام، لو حبينا بقى نعمل الشخصيات دي اللي بنرسمها، لو حبينا ندخلها في منظر طبيعي، يعني الوقت اللي باقي من الحلقه نبدا نعرفكم ازاي احط الشخصيه نفسها جوه منظر طبيعي. تمام، سهل جدا. في حاجه اسمها خط الافق، ده بيبقى في اي منظور او اي منظر طبيعي او اي شكل انا عايزه، لازما اعمل خط الافق اللي هو الخط ده. تمام، ده الخط ده اسمه خط الافق، بيبقى موجود في اي منظر انا عايز ارسمه ببدا بيه. تمام، عايز ارسم مثلا هنا في المنطقه. اتصال معانا. ايوه، معاك يا فنان ابراهيم. معاك. اهلا يا اهلا يا استاذ ابراهيم، اتفضل. عامل ايه يا فنان؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل مع حضرتك. والله احنا بنحبك كتير جدا والله، وباسلوبك الجميل ده. علي صوتك يا استاذ ابراهيم. والله بنحب حضرتك جدا باسلوبك الجميل ده في الشرح ده صراحه يعني. الو، ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، متشكر جدا، واتمنى تكونوا بتستفادوا معانا يا فندم. بنستفاد صراحه جدا، وبحب بس اقدم شكري صراحه لقناه الصحه والجمال على فكرتها يعني الجميله دي، كانت قدمنا برنامج بالجمال ده كله. واحنا بنشكركم والله يا فندم ان انتم بتتابعونا وبتستفادوا معانا، ودايما منورنا في البرنامج، وان شاء الله تستفيدوا معانا من خلال الرسم، وان شاء الله باذن الله نفيد شبابنا واطفالنا دايما، وباذن الله نطلع اجيال فنانين
مين اسمها يا فندم؟ مين؟ ايوه خديجة. خديجة؟ اهلا يا خديجة، اتفضلي. انا مبسوطة جدا، من القناة دي عشان تحضيراتك بتيجي عليها. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يبسطك كمان وكمان وتستفادي معانا. وقولي لي بقى خديجة، انت رسمتي معانا ايه النهاردة؟ ميكي وكتكوتة. ميكي وايه؟ جميل. عموما صفحة الأكاديمية هتلاقي اسم أكاديمية الجنيدي على الشاشة، ابحثي عنها في الفيسبوك وابعتي لي على الرسايل رسوماتك، وإن شاء الله بإذن الله تبقى حاجة جميلة، وإن شاء الله نستضيفك في حلقة معانا بإذن الله يا حبيبتي. ماشي يا خديجة، شكرا يا حبيبتي. نكمل مع بعض. ده خط الأفق زي ما اتفقنا. حابب ان انا اعمل مجموعه شخصيات واعملها في منظر طبيعي، ببدا اعمل خط الافق ده سواء قبل رسم الشخصيات او بعدها مش هتفرق كتير. وهنا مثلا حبيت اعمل بيت مثلا، التلات شخصيات دول مثلا لو هم شخصيات مختلفه ممكن اعمل بيت صغير. البيت ده هيبقى كده زي كوخ مثلا ايا كان شكله. ماشي، البيت ده شوفوا حجمه قد ايه والشخصيات حجمها قد ايه. معنى الكلام ده ان البيت ده بعيد جدا او في مسافة ما بينه وما بين الشخصيات. لو انا حابب اعمل طريق للبيت ده جوه حديقة مثلا، ببدأ اعمل منحنيات كده، منحنيات كده، واجي كده وامشي كده كده للاخر. يبقى انا عملت هنا بعد ثلاثي الابعاد للمنزل، والشخصيات بعيدة عن المنزل بتلعب قدامه أو واقفة كده يعني. تمام، عايز أعمل شجرة مثلا، أدي شجرة اهي بجانب البيت مثلا اهي. تمام، عايز أعمل مجموعة أشجار فوق الخط الأفق على أساس تديني بعد للشخصيات أكتر، بعمل كده. تمام، وببني أي حاجة أنا عايزها أو متخيلها في المنظر. عايز ارسم ميه، عايز ارسم سحاب، عايز طبعا المنطقه دي اللي فوق دي سحاب، والمفروض ان دي حديقه مثلا. ممكن المنطقه دي تتعمل اخضر، ممكن المنطقه دي تعمل لون الطريق اللي هو الارض العاديه. تمام، ممكن اعمل سور هنا للطريق على اعتبار ان في سور يمين شمال. تمام، ممكن اعمل هنا شجره صغيره كده، يعني شوف الشخصيه قد ايه وانا هعمل هنا الشجره قد ايه. تمام، وامسح الجزئيه دي كده وابدا اعمل منطقه. ادي الشجره، شجره صغيره جدا، اصغر من الشخصيات، بس انا بحدد حجمها على حسب البعد اللي انا عايزه ما بين الشخصيه وما بين الشكل البعيد. ممكن اعمل شجره اصغر كده هنا اهي، دي ادتني بعد اكتر. تحس لما تيجي تلون المنظر هتحس ان الشجرة دي ابعد من دي. الشجرة القريبة بتبقى كبيرة، الشجرة اللي بتبعد بتقل حجمها في المنظور بتاعي. تمام، يبقى انا هنا قدرت ادخل شخصياتي، اي شخصيات انا عايزها في داخل منظر طبيعي. ماشي، ممكن هنا برضو اعمل نخلة مثلا، بلاش الشجرة المرة دي، نخلة اهي، وابدأ اعملها كده نخلة، وابدأ افصل المنطقة دي كده. تمام، ابدأ اعمل اي منظر انا عايزه من خلال تمام هنا النخلة. ممكن اعمل اي حاجات تانية انا عاوزها، ممكن اعمل هنا برضو بيت صغير هنا، نفس الكلام، اكتر من بيت. تمام، ممكن اعمل البيت ده بدورين مثلا اهو كده. تمام، وادي شباك وادي شباك، وهنا نفس الكلام، شباك شباك.
عايز بقى اقسمه زي ما انا عايز كده كده، وابدا اعمل الباب بتاعه، وبرده اقدر اعمل له ابعاد برضو، اديني طريق زي ما انا عايز كده تمام. يبقى انا اقدر اعمل مجموعه بيوت بشكل يديني ثلاثيه الابعاد من كل الاتجاهات تمام. كلام ممكن ارسم مثلا هنا شخصيه تاني زي دوره مثلا، ممكن ارسم دوره هنا، ارسمها ناس من غير شغل الاشكال الهندسيه عشان اعملها لكم سريعا عشان الوقت. مثلا اهو شفت دوره هنا شكلها صغير جدا، انا عملتها صغيره جديد جدا ليه بقى؟ عشان لما عشان اقدر اديكوا ازاي اعمل الابعاد للشخصيات. باجي ارسم منظر اقدر اعمل له ابعاده، واقدر من خلال حجم الشخصيه اقدر اظهر ابعاد ومنظور اللوحه تمام. اهو عايز بقى طبعا في التلوين هيبقى مثلا حاجه زي كده، بروح عامل خطوط كده زي ظل، بتديني ظل للشخصيه، وهنا برضو نفس الحكايه، بس طبعا ده هيظهر اكتر في التلوين. شخصيات ممكن اعمل مثلا هنا ميكي ماوس برضو بشكل برضو منظور يديني بعد اهو سريعا كده تمام. وادي الدايره اللي بنعملها، بنوصل دي، وادي بنعمل المربع المستطيل اهو، وادي رجله اهو. الو الصوت مش سامع. الو معايا تليفون ولا مين؟ الو انا مش سامع على فكره خالص. وهنا نفس الكلام. طبعا زي ما احنا شفنا مع بعض الابعاد والشخصيات، وقدرنا نعرف نوزع حجم الشخصيات عشان تديني ابعاد. وطبعا حلقتنا الوقت خلص، وانا سعيد جدا باللي تواصلوا معانا واللي بيشاهدونا في البيت، واتمنى نكون بنفيد اطفالنا وشبابنا، وبنتعلم كل حلقه حاجه جديده، ويتعرفوا بطريقه مبسطه انه يتعلموا الرسم. وشكرا ليكم، ويا ريت تتابعونا كل اسبوع في نفس الموعد، وعلى اليوتيوب اسمي على اليوتيوب القناه بتاعتي الرسام صابر جنيدي، وتابعوني وعلى صفحه اكاديميه الجنيدي. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.